أكوارد حفيد مشولي، مسير تعاونية مع خاشين ديكو، كنشتغلوا في مجال الديكوراسيون والديزاين هنا في مدينة طنطا. في الأول كان يعني كما كنعرفوا جميع مدينة طنطا في هذا المجال ديال الديكو بلازير ولا ديال الديكوراسيون قليل، سورتو تخويا في 2016 وقبل. دونك واحد الوقيته كنا كنشوفوا حنايا في طنطا شي ديال لي تروفي وديال ديكوراسيون ما كاينش هنا في مدينة طنطا. جاتنا الفكرة أنا والأصدقاء ديالي اللي هما أربعة، ثلاثة ديال الإناث وواحد من الذكور، قلنا أننا نديرو بروجي هنا في مدينة طنطا. من تما بدات الفكرة غادية مزيان، موراها مشينا كنحاولو نقلبو على الدعم اللي غنجيبوه. لقينا بلي راه كاينة مبادرة وطنية البشرية اللي كتعطي دعم للمقاولين الشباب ولا التعاونيات باش انهم يديروا لي بروجي ديالهم. من ثم قدينا الدوسي ديالنا وتوجهنا للمبادره الوطنيه البشريه هنا في عماله اقليم طنطا. بالفعل استقبلنا واحد الاستقبال اللي هو مزيان، تعاون معنا واحد التعامل اللي هو براسو شجعنا اننا نزيدوا هذه الخطوه هذه القدام. بالفعل في الاخر تم القبول ديال البروجي والحمد لله، يعني انه استطعنا اننا نقنعوهم باش اننا نجيبوا الماتريال ديالنا اللي هو عباره على ماشين لازير و 3 ديال البي سي بالنسبه للديزاين. بخصوص لا ماشين، يعني لا ماشين اللي هي جديده في مدينه طنطا، جبناها شي حاجه اللي تقريبا بين احسن لي ماشين اللي كيدخلوا من المغرب. تمت غادي مزيان الحمد لله، يعني الامور كلهم غادي مزيان. هذا علاش كنحاول ممكن ديما نشكروا وزاره الوطنيه البشريه برئاسه السيد عامل اقليم طنطا، والحمد لله يعني البروجي راه غادي مزيان. موراها فاش تكري البروجي بدينا شويه بشويه كنمشيو نقطه بنقطه، كما كنقولوا نقطه نقطه كيحمل الواد. كنشوفوا لك اليوم هنا في مدينه طنطا شويه حاولنا اننا كل مره نزيدوا خطوه ونخرجوا على مدينه طنطا، حاولنا نسيبلو الناس في اكادير، في تيزنيت، في كلميم، في الناظور، في الرباط، يعني حاولنا نشوفوا بزاف ديال البلايص فين اننا نعطيو البرودوي ديالنا ولا نجرو ديك اليوم اخرين من بلايص اخرين اللي اصلا بروجي بحال البروجي هادو كاينين فيهم. الحمد لله مؤخرا استطعنا اننا نتلقاو واحد العرض ديال واحد الكليان من موريتانيا، ونتمنى ان شاء الله انه الامور تمشي مزيان. كنشكروا الاطر العامله في قسم العمل الاجتماعي في المبادره الوطنيه للتنميه البشريه على راسهم السيد عامل اقليم طنطا على منح ديالهم لهذه الثقه اللي خلاتنا ندور البروجي ديالنا في مدينه طنطا ونزلوا قدام.